وصلنا إلى فقرة الاستضافة وضيفنا اليوم الشاعر عمر الحطابي. أهلا وسهلا فيك عمر. أهلا وسهلا فيك أستاذ فلان، حياك الله. الله يحييك عمر. لو بداية تعرف عن نفسك، نحب نتعرف عليك أكثر. عمر الحطابي، طالب أدرس في ماليزيا، أنهيت مرحلة البكالوريوس في تخصص الهندسة المعمارية، وكمان الماجستير في تخصص الهندسة المعمارية، والآن أدرس ماجستير ثاني في إدارة مشاريع. رهيب. طيب إيش الصعوبات اللي قابلتها أو لقيتها في دراساتك وفي حياتك بشكل عام كونك طالب مغترب؟ والله أكيد يعني مهما كان يعني الغربة تكون كربة، يعني وبالنسبة لوطن غير وطنك، يعني وطنك تكون صعبة يعني الغربة. وكم يعني حصلنا من معوقات ومن كرب ومن، بس الحمد لله ربنا بيعين. طبعا عمر، احنا استضفناك كشاعر، فنحب نعرف متى وكيف بدأت كتابة الشعر؟ والله بدأت كتابة الشعر في عام 2009 و2010 بالتحديد، عندما كان لدي رغبة في الشعر، كتابة الشعر، وأحب أسمع الشعر، وكان أكثر شيء يعني تأثرت فيه وجعلني يحفزني كتابة الشعر عندما عدة مواقف حصلت. مثلا في 2009 عندما قصفت إسرائيل في غزة، كان أحد الأسباب الذي جعلني أكتب الشعر وأنطلق في كتابة الشعر. في بداية أي موهبة أكيد لاقت تشجيع، أنت لاقيت تشجيع، من كان اللي شجعك في البداية؟ والله كان يشجعني أصدقائي في البداية، وكانوا يحفزوني على كتابة الشعر. كان في بداية الأمر وكنت في اليمن، وبعدين سافرت في عام 2010 إلى ماليزيا، والتقيت وتعرفت بأصدقاء هنا، وبدأوا يشجعوني ويحفزوني على كتابة الشعر، ويعني ومنها بدأت أكتب الشعر أكثر فأكثر. وأول قصيدة لك؟ أول قصيدة بعد قليل، لكن قبل ما نسمع هذه القصيدة نحب نسأل، أنت كيف تختار مواضيعك؟ إيش اللي يحفزك على اختيار المواضيع في القصائد؟ والله كل على حسب الظروف وعلى حسب يعني المواقف. أحيانا المواقف يجي موقف يخليك تكتب قصيدة، بعض المواقف، بعض التقلبات، بعض يعني ظروف الحياة، كلها على حسب. لكل شاعر ملهم، من هو ملهمك؟ ملهمي الحياة، الحياة.
الحياة. قساوة الحياة إلى جميل. طيب يعني. أكيد كان لك في مشاركات في مهرجانات وجوائز حصلت عليها، حدثنا عن مشاركاتك والجوائز اللي حصلت عليها. والله شاركت في عدة مهرجانات، ومنها في جامعة مهرجان في جامعة المكوكين في جامعتي في ماليزيا، وكمان في اليمن في ندوة شاركت، وعدة ندوات ومجالس للشعر شاركت فيها. طيب طموحك يا عمر ليش توصل؟ سواء في مجال دراستك أو في مجال الشعر والأدب. والله طموحي يعني أن أمثل بلدي خير تمثيل في كل المحافل والمهرجانات والإيفنتات، وأن يسمع صوتي جميع الناس. كلمة وطموحي أن يعني أن أشعر أو أكتب قصائد لأجل بلادي، وأفتخر بها وبقصائدي، أفتخر بها في قصائدي. عمر، كلمة لجمهورك. والله أشكر كل من شجعني وحفزني ودعمني، وأشكر جميع المتابعين لي في الفيسبوك وفي جميع التواصل الاجتماعي والمعجبين بقصائدي، ونقول لهم إن شاء الله في قادم أجمل وقصائد أروع وتنال إعجابهم. إن شاء الله. طيب عمر، الآن لو نختم هذا اللقاء بمقطع من قصيدة يا صاحبي كما تكلمت أو أسلفت قبل قليل. في عدة قصائد، بس إنه هو طيب أنت يعني تشيشني هذا القصيدة، بعطيك يعني وراح أخلص يعني. قلت يا صاحبي بحزيك من وعد فاتك، وعد لا جزيت الطيب لا من يجازيك، لا قد تعثرت يسبق ياكل رفاتك، لا مريت عشيم يهرج بطاريك، يحسب انه بظله قد تهز باسك، ولا جمهور الحقد في قلبه تقويك، او يعيبك بعيب ما هو من صفاتك، مهما الضباع تلهث والكلب يعويك، تظل شامخ واثق في خطاتك، والردي وسط مكانه في وسط مفريك، النذل عز الله انه ما يساوي حداتك، ومن زاق في غي اعصر له اذنيك، ناس في الأطلة تسوى ولا هو ببالك، ما تعلمه شخص لا يغنيك ولا يسميك، قط ولا تعيره أي اهتمامه، تحسبه بالطيف توهج ويغريك، ولكنه ضبع يطعم في قفاتك، مهما طعن ويكيد ولا يحيك، الطبع لا ينالك أسد مكشر نيابك، نمشي وفي الرحمن نتوكل بدبريك، بالعز دي ننهش في عز باريك، تاجن على الراس مكوج براسك، وحاشيك يا راس الوط حاشيك، والخشوم والقنافه تسطر قيافك. وسلامتكم. عمر الحطابي الشاعر، اشكرك جزيل الشكر، اتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك.